السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة ريو مع الأستاذة رومين، واليوم مع مادة الرياضيات وتلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي ودرس جديد توازي والتعامل ماتيماتيك بروميير اني كولاج بيو اي نوفو كور باراليليزم اي اورتوغوناليتي. باراليليزم اي اورتوغوناليتي توازي والتعامل. Premièrement, droite, demi-droite, segment. Droite mustari, demi-droite, nes mustari, segment prépa. Droite, point aligné. Mustari, نقاط مستقيمية. نقاط مستقيمية كما نبداو الدرس هي النقاط اللي كتكون لينا مستقيم، يعني جمعناهم مع بعضياته كيتسموا مستقيم. يعني النقط اللي إذا كنقولوا نقاط مستقيمية هي النقط التي تنتمي إلى مستقيم واحد. أ droite, مستقيم. ديفينيسيون تعريف. Une droite est un ensemble de points alignés. باش نقولوا مستقيم هو مجموعة النقط المستقيمية. يعني عندي بزاف نقط مستقيم، راه فيه بزاف نقط جمعناهم مع بعضياتهم وكونوا لنا مستقيم. رومارك، لا دغوات ما با دو لونغور، يعني ما عمرك ما تحسب القياس ديال مستقيم. تقول مثلا مستقيم قياسه 4 سنتيمتر، ما كايناش، كاينه قطعة قياسها 4 سنتيمتر. مستقيم يكون محدود، يكون غير محدود، عفوا غير محدود من الجهتين، ما عندوش حدود، هو غادي طويل. La droite est représentée par une ligne qu'elle en peut prolonger. يعني كان المستقيم كنمثلو بواحد الخط اللي كنقدروا نمدوه الوقت اللي بغينا. La droite D مستقيم D، La droite AP حاجة أخرى. نقطة واحدة كيما هو بزاف المستقيمات، من نقطتين بحال دابا A و B يكونوا لنا مستقيم هو المستقيم AP. Propriété هادشي اللي قلت لكم دابا، يعني من نقطة واحدة يمر مستقيم، يمر عدة مستقيمات، ومن نقطتين يمر مستقيم واحد. حنا غنشوفو دابا في الخاصية بروبريتي أن، باغ أن بوان أ يلباسي لانفينيتي دو دغوات، يعني من نقطة واحدة اللي هي أ يمر ما لا نهاية من المستقيمات. هانتوما كتشوفو دي واحد ولا ونقدر ندير كثر من هاد المستقيمات. بروبريتي دو خاصية اثنان، باغ دو بوان ديستانك أم إي أن Il ne passe qu'une seule droite en note cette droite MM ou NN. من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم واحد. شنو قرايه درنا دابا؟ درنا أن المستقيم ما عندوش نهاية، وأن المستقيم هو مجموعة من النقط المستقيمية. بالنسبة للمستقيم كنمثلو بخط اللي نقدرو ندوه من جهتين. من نقطة واحدة يمر عدة مستقيمات، من نقطتين يمر مستقيم واحد. ديفينيسيون تعريف. لي بوان اليني سون دي بوان كي ابارتيان اي ميم دروات. باش كنقولو امتى كنقولو نقط مستقيمة؟ إلا كانت نقط كتنتمي لنفس المستقيم. أ و بي و سي نقط مستقيمية، إذا كانت أ و بي و سي تنتمي إلى نفس المستقيم. المهم النقط المستقيمة عندنا ثلاثة نقط مستقيمية، إلا كانت كتنتمي لنفس المستقيم نقدرو نقولو بأنها نقط مستقيمية. دابا أ بي سي نقط مستقيمة، أ بي أو نقط غير مستقيمة، بي سي أو نقط غير مستقيمة. نقولها بالفرنسية أ بي سي سون دي بوان أليني، لي بوان أ بي إي سي سون أليني. علاش؟ لأنها تنتمي إلى نفس المستقيم. لو بوان سي أبارتيان على دغوات أ بي، النقطة سي كتنتمي للمستقيم أ بي. أو نوت سي أبارتيان سي وعندها شريطة هنا إلى مستقيم أبي، مستقيم كنديرو لي بين قوسين، قطعة معقوفتين، نفس مستقيم جهة معقوفة وجهة قوس. لي بوان أ بي إي أو نو سون با أليني، أ بي إي أو نو سون با أليني، مكتنتميش لنفس المستقيم. لو بوان أو نابارتيان با على دغوات أبي، أو مكيتنتميش لمستقيم أبي. أو نوت أو نابارتيان با على دغوات أبي، كيتنتميش ينتمي لا ينتمي، راها ينتمي بحال سي وعندها شريطة، لا ينتمي سي عندها شريطة وكنديرو لا باغ من الفوق. بي دومي دغوات نصف مستقيم. ديفينيسيون ان بوان ان دون دغوات اكس اكس بريم بارتاج سات دغوات اون دو دومي دغوات دوريجين ان. لا دومي دغوات ام اكس اي لا دومي دغوات ام اكس بريم. عندنا واحد النقطة اللي هي ان
الثاني المستقيم XXQ. XXQ هذه النقطة هذه قسمت لنا المستقيم إلى زوج أرصاف المستقيمات اللي هو M محدود من جهة M M X كما قلنا معقوفة من جهة M لأنه محدود من جهة M وغير محدود من جهة X. وهنا ما دومي دروات نصف مستقيم ثاني M X صح محدود من جهة M وغير محدود من جهة X. ها هو لو يجي الأصل هذه M ها هو نصف مستقيم الأول هو M X ما أنه محدود من جهة M ها شو ما شفتوا لأن لي معقوفة هنا غير محدود من جهة X لأن هاي X وهذا المثل لأن لي قوس M X تحق محدود من جهة M وغير محدود من جهة X تحق نوطاسيون لا دومي دغوات M X باسون باغ أن بوان N سونوت M N عندنا هذاك لا دومي دغوات M X يدوز من واحد النقطة N وكنقدرو نسميو مكنسموش M X نقدرو نسميو تا M N نسميو مستقيم M N محدود من جهة M وغير محدود من جهة N سي سيغمون دو دغوات قطعة مستقيم ديفينيسيون لو سيغمون ديكستريميتي M et N est la portion de la droite M N délimitée par les points M et N on note ce segment MN ou NN. عندنا القطعة التي طرفاها M و N جزء من المستقيم MN المحدود من جهة M و N. نرمز لهذه القطعة MN أو NN. المهم اللي خص باش نعرف الرمز ديال القطعة أنها تدير معقوفة على الطرفين ديالها. كما قلنا جوج الأقواس كيعنيو يعني مستقيم. قوس معقوفة نصف مستقيم جوج معقوفات قطعة هاهي قطعة محدودة من الجهتين. Remarque, le segment MN a une longueur notée MN et appelée distance entre M et N. نلاحظوا أن المستقيم ما عندوش حدود، ما نقدروش نقولوا عنده طول، ما نقدروش نقولوا طول ديالو، لكن القطعة عندها طول اللي هو المسافة التي تبعد الطرفين، الطرفين ديال القطعة اللي حسبناهم ما بين الطرف الأول والطرف الثاني كنعرفوا طول القطعة. Deuxièmement, droite séquente, droite parallèle. Mustaqiman, mutaqati'an, mustaqiman, mutawaziyan. Premièrement, droite séquente. Mustaqiman, mutaqati'an. Définition. Deux droites séquentes sont deux droites qui se coupent en un point. Mustaqiman, mutaqati'an, huma mustaqiman, yataqata'an fi nuqtatin. Les droites, nuqta chna hiya hiya nuqta A. Les droites D et D' sont séquentes en 1. Ah, ma bnisba la bhala. D et D prime يتقاطعان D و D فتحة يتقاطعان في نقطة A. A est le point d'intersection des droites D et D prime. A est le point d'intersection des droites D et D prime. A نقطة تقاطع المستقيمين D و D فتحة. Cas particulier حالة خاصة. Deux droites perpendiculaires deux droites perpendiculaires sont deux droites séquentes et forment un angle droit. مستقيمان متعامدان هما مستقيمان متقاطعان ويكونان زاوية قائمة. Les droites D et D' sont perpendiculaires en note D. est perpendiculaire à D' ou D' est perpendiculaire à D. جبنا عليه مستقيمان متعامدان هما مستقيمان متقاطعان ويكونان زاوية قائمة. كنقولوا بأن الدي والدي والدي فتحة مستقيمان متعامدان. بروبريتي خاصية باغ أن بوان باس أون سول دغوات بيربونديكولير أين دغوات دوني. من نقطة واحدة يمر مستقيم وحيد عمودي على مستقيم اللي كيعطيونا هنا مستقيم دي ها هو مستقيم دي معطي ها هو واحد المستقيم مار من أ وعمودي على دي حيث أن أ لا تنتمي إلى مستقيم دي. هنا ثاني ها المستقيم دي ها هو ها المستقيم مار من أ والعمودي على دي حيث أ تنتمي إلى مستقيم دي تنتمي يعني راها بيس من ها المستقيم دي. دوزيامون دغوات باغاليل شنو قلنا على شنو هما المستقيمان دو دغوات سيكونت قلنا هما مستقيمان متقاطعان
deux droites parallèles. Parallèles, pardon, deux droites perpendiculaires. Au moins, mustaqimin sont deux droites secondes et forment un angle droit. Il y a juste le mustaqimin, le moins, carré ou le combiné, les zawiya qa'ima. من نقطة واحدة يمر مستقيم واحد عمود على مستقيم عطين النار. دابا ندخلو لي دووات باراليل، مستقيمان متوازيان. ديفينيسيون تعريف، دو دووات باراليل سون دو دووات كي نو سون با سيكونس. مستقيمان متوازيان لا يتقاطعان. بروميير كا، لي دو دووات نون اوكان بوان كومان. بالنسبة للحالة الأولى أن المستقيمان متوازيان منفصلان. يعني ما عندهم حتى نقطة مشتركة. لي دووات دي دي بريم سون باراليل او نوت دي باراليل ا دي بريم او دي بريم باراليل ا دي. دوزيام كا لي دووات دي دي بريم سون اوسي باراليل مي او دي بوان كومان او نوت دي باراليل ا دي بريم او دي بريم باراليل ا دي. عندنا في المستقيمين المتوازيين عندنا جوج حالات، يا اما المستقيمين يكونوا مع عندهم حتى نقطة مشتركة تسمى منفصلان، يا إما المستقيمان يكونوا متوازيين ولكن عندهم نقط مشتركة كيسمى منطبقان. كما قلنا نعود في التوازي عندي جوج حالات، كيكون المستقيمان متوازيان وما عندهم حتى نقطة مشتركة يعني منفصلان، أولا كيكونوا المستقيمان متوازيين وعندهم نقط مشتركة كيسمى منطبقان، متوازيان ومنطبقان، واحد فوق واحد هذه هي منطبقان. Troisièmement, droite parallèle, droite perpendiculaire. Moustakhimen moutawazien, moustakhimen moutahamidan. Or, droite perpendiculaire à une même droite. Moustakhimen moutahamidan, ma'anas moustakhim. Propriété khassia. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Il a qu'un anna juste moustakhimen, amoudi ala nus moustakhim, tahouma moutawazien. Il a qu'un aldeïna moustakhimen. عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. autrement dit بعبارة أخرى CD1 perpendiculaire à D, D2 perpendiculaire à D, alors D1 est parallèle à D2. إذا كان المستقيم D1 عمودي على المستقيم D، مستقيم D2 عمودي على المستقيم D، فإن D1 وال D2 متوازيان. إحنا نقولها بالطريقة اللي قريتوها في الابتدائي، مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. Des droites parallèles à une même droite. Je répète, droites parallèles à une même droite. Mustaqimen, mutawazien, ma'anas mustaqim. Propriété. Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles. D'accord, elle a dit la mustaqimen, mutawazien, ma'anas mustaqim, fahouma, mutawazien. Autrement dit, bi'ibara ukra, si D1 est parallèle à D, et D2 est parallèle à D, alors D1 est parallèle à D2. Il a qu'un anna juste moustaqimen, moutawazien, à moustaqim, wahid, fahouma, moutawazien. C'est droite parallèle coupée par une droite perpendiculaire. Moustaqimen, ou la moustaqim, amoudi à la moustaqimen, moutawazien. Propriété khassia, si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم عمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر. أعيد الخاصية، إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم عمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر. autrement dit بعبارة أخرى CD1 est parallèle à D2, Mahouma, D1 parallèle, et D perpendiculaire à D1, alors D est perpendiculaire à D2. Il a qu'un indice D1, il was D2, ou D amoudi à la D1, il a D amoudi à la D2. Quatrièmement, le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Il m'a dit l'amoudi, il n'a pas à la moussari. Je répète le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Al-masqat al-amoudi li nuqta ala mustaqim. Premièrement, définition. Ta'rif.
Le projeté orthogonal d'un point M sur une droite D est le point H tel qui vérifie. H appartient à D. MH est perpendiculaire à D. Je répète la définition. Le projeté orthogonal d'un point M sur une droite D est le point H qui vérifie. H appartient à D et MH perpendiculaire à D. عندي مستقيم T عندي نقطة M. شو كيقول لك في السؤال تراسي لو بوان H tel que H est le projeté orthogonal de M sur T. تاخذ المثلث تراسي داك المستقيم العمودي المار من M والعمودي على T. مستقيم المار من M والعمودي على T. انت درتي هنا غتمدو هذا غنديرو غمز التعامد والمسقط العمودي لـ M على المستقيم T هو H. H إي لو بروجيتي أورتوغونال دو M سور T. غنعاود قالو لنا رسم النقطة H هي المسقط العمودي لـ M على T. غناخد المثلث أو الميزوات غنرسم المستقيم المار من M والعمودي على T. أنا رسمت واحد هنا غنمدو من بعد هاد النقطة هذه هي النقطة H. عندي رمز التعامد M H راه عمودي على D. شحال قلنا H المسقط العمودي ل M على D. شنو كتحقق لنا؟ كتحقق لنا أن H كتنتمي ل D لأنها هي المسقط العمودي ل M على D و M H عمودي على D. هادو هما الشروط. يعني باش نقول لك رسام بالمتوات وهذا قلنا هاد لا بروبيتي غومارك سي M أبارتيان على D alors son projeté orthogonal sur D est lui-même. Si M appartient à D, alors son projeté orthogonal sur D est lui-même. Le cas M, nous sommes ici. Si nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, le projeté orthogonal ou la masquette de l'amour. Ça va être bien ça. Deuxièmement, distance d'un point à une droite. مسافة نقطة على المستقيم، مسافة نقطة على المستقيم هي المسقط العمودي الام على هذا المستقيم هذا. Propriété soit D une droite soit M un point et H sont projetés orthogonal sur D. La distance du point M à la droite D est la distance MH. مسافة نقطة على المستقيم هو المسقط العمودي لهذه النقطة على هذا المستقيم. مسافة النقطة هي المسافة M H. milieu d'un segment. cinquièmement milieu d'un segment. منتصف قطعة. définition. le milieu d'un segment est le point qui partage en deux segments qui ont même longueur. منتصف القطعة هي النقطة التي تقسم القطعة إلى قطعتين متقايستين. دابا R هي المنتصف، AM فهي MP. شحال جدنا هما متقايس، هادوك يعني هما متقايس، يعني قد هاد المسافة قد هاد المسافة. M إي لو ميليو دو AP، M منتصف قطعة AP. بروبريتي سي M إي لو ميليو دو سيغمون AP، ألوغ MA إيكالا MP إيكالا AP سور دو. إذا كانت M هي منتصف قطعة AP، M أو لا AM مسافة AM هي المسافة MP هي القطعة AP مسافة AP على اثنان. دابا قطعة AP طولها 6 سنتيمتر. إذا المسافة M منتصف AP، مسافة AM هي 3، مسافة MP هي 3، والمسافة وشحال كيساوي باش عرفنا 3؟ شدينا المسافة اللي هي AP وقسمناها على جوج. CMA égale MP et M appartient à P, alors M est le milieu du segment AP. Il est quand on dit que c'est MA, il y a une masse MP ou M qui est une quête AP, alors M ou un monde qui est AP. كنت سعيدة جدا بلقائكم. كان هذا هو درسنا لهذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع فيديو آخر.